إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في سؤالنا المسائي في رمضان 2024 رانا متواجدين في المدرسة القرآنية بحي قرب الرحبة هنايا حي النواور القديم يسموها مدرسة بن علي. رانا مع التلاميذ أقرأ لنا شوية آيات. بسم الله صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ القول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله فيك. هذا الهضره من تشويه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. شكرا. آخر وحدي الآيات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك وكل الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. إذا أنتم تعرفون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو حبيبنا وشفيعنا، هو خاتم الأنبياء والرسل. أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نحبه لأنه أخرجنا من الظلمات إلى النور وأرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحاديث، له أحاديث نبوية شريفة. سمعوا بالأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية كاين من روى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كاين اللي من رواه قولوا رواه فلان رواه فلان رواه فلان. عرفوا هذه. من هو أكثر راوي للحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر واحد رواه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد. بسم الله. أعطي أسماك. شلطة. نعم. جواب أبو بكر الصديق. نعم. ليس أبو بكر الصديق. تفضل. بسم الله. جواب من هنا ولا؟ لا لا، روح لنا هنا في الجواب من هنا. أنا أسماك. بن مدني رضوان. نعم. روي الحديث كعب بن مالك. لا لا، كعب بن مالك كان شاعرا من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. حاولوا معليش تعلموا، ولا أنا قاعد أتعلم. أبو محمد. نعم. لا، الراوي الأكثر هو البخاري. الله. ليس البخاري. مسعدي همد. الراوي الأكثر هو مسلم. قلنا أكثر راوي للحديث، أكثر معنى أكثر واحد روى للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كاع رواة، لكن أكثر منهم وين؟ أنا أروح الضرب، أروح عبد السديك، أعطينا أسماك. بن موفق بك. أي وين وين الراوي؟ قول نساء. أي بعد شفك. بسم الله. بسم الله. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب خليفة أحد الخلفاء الراشدين الأربعة. قرب الرواة معروفين، رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه ابن ماجه. ابن ماجه بصح مش هو اكثر راوي،
هو ثاني راوي ابن ماجه. ها أه؟ سيتوها معروف هذا الراوي. ها وينه؟ بسم الله. اوعف اي اوعف زين. ها وينه؟ احسنت 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 احسنت. هاي يحاول هو يحاول بعد. معليش معليش هي فكروا شوي. علي بن ابي طالب. علي ابي طالب احد احد خلفاء الراشدين الرواد. بسم الله. الاسم تاعك؟ عثمان. ها؟ عثمان بن عفان رابع من الخلفاء الراشدين. ها؟ نعطيك نص اسمه نص. ابو ابو داود. ابو مجه. ابو مجه قلناه. وابو داود قلناه. ابو بكر. ابو خلف. أبو عمامة. أبو خليفة. أبو عمامة. أبو عمامة. أبو عثمان ليس أبو عثمان. أبو عمامة. كاين راوي اسمه أبو عمامة. أبو طالب. عمر. أبو طالب. أبو طالب عمر. أبو طالب. أبو طالب. صلى الله عليه وسلم. فكروا شوية. أبو. زيد نقربكم الجواب. زيد نقربكم الجواب. ها؟ أبو كعب الشيخ. ابو كعب كان شو اسمه ابو كعب قرب الطيب عرفت وينه هلو ابو عبيد يشرح قالك وينه ابو بكر صحيح ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وهو الخليفه الاول بعد النبي عليه الصلاه والسلام نقرب لكم الاجابه نقربها ابو وهذا ابو جميل نشتي أبو عبيدة عم الجراح هذا من أحد المبشرين بالجنة أبو كان هذا كان يربي حيوان صغير الشيخ سموه عليه أبو هريرة أبو هريرة أروح هيك إذا أكثر راوي للحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة هريرة إذا الفائز معنا وينه؟ عماد مسعودي إيمان مسعودي؟ إيمان نعم عماد عفوا مسعودي من خلالكم أنتم من خلالكم نرسل رسالة إلى أولياء التلاميذ وش نعم أولياء الطلبة وش نقول؟ الاستثمار الحقيقي في الحياة هو تحفيظ أبنائنا وبناتنا القرآن الكريم أيها الأولياء أيها الأولياء أيها الأولياء رسالتنا إليكم سارعوا وبادروا في تحفيظ أبنائكم القرآن الكريم هذه واحدة أما نصيحتنا لكم أنتم يقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا إحسانا وبالوالدين إحسانا إحسانا عليكم ببر والديكم ببر والديكم لأن حافظ القرآن يوم القيامة وش يكرم ربي سبحانه وتعالى يكرمه بتاج الوقار تاج الوقار وهذا تاج الوقار من نور يلبسه الى والديه يوم القيامه اي ايها نعم من قال لي اي براء احسنت براء اوه براء بن عازب صحابي جليل ربي يحفظكم ان شاء الله وطيعوا الشيخ طيعوه بعد تعلموا وتحفظوا طيعوا الشيخ واحترموه وقدروه من علمني حرفا صرت له عبدا من علمني حرفا صرت له عبدا وما بالك بما يحفظني كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم حاجة في الحياة هي القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربي إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله وربي يستركم وربي يجعلكم مشاعل في هذه المدينة الجائزة الأولى عبارة عن مصحف شريف هذه الجائزة الأولى نعطوها للشيخ مسعودي إيمان 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 نعم أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن ألف دينار جزائري ألف دينار جزائري وانتظر معنا دقيقة انتظر